السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استديو الموصلية. في هذه الحلقة لدينا محاور الحديث سيكون حولها: أولا، قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، ومجلس النواب يناقش أزمة نازحي أيمن الموصل بعد وصول أعدادهم لمئة ألف نازح. حول هذه المحاور مشاهدينا الكرام ستكون المواد والنقاش، نتابعها معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا. إذن بداية سنتابع وإياكم جولة للموصلية وهي تدخل شارع حلب وسط الموصل وترصد حجم الدمار فيه، فلنتابع معنا. طبعا هذا شارع حلب تحت سيطرة القوات الأمنية. وصلية البطارية مش طالع عدل. طبعا شارع حلب اكثر المحلات كلها خياطين. هاي السيدين الرئيسية قرب أعدادية الشرقية، تم تحريرها على أيادي أبطال الرد السريع الشرطة الاتحادية. تسعة
شارع اسمه حلب. انا حلب باتجاه منطقه باب الطوب. يلا يلا. حاليا تم تحرير شارع حلب ومنطقة باب الطوب من قبل قيادة قوات فرقة رد السريع، ومتجهين باتجاه الجسر القديم والموصل القديمة، وإن شاء الله نزف بشر النصر لأهلنا بالعراق وأهلنا بالموصل. تحياتنا لكم، إن شاء الله معنويات عالية ومنتصرين على الدواعش، وإن شاء الله ما يبقون بالعراق. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا بداية للتعليق على آخر التطورات، معنا عبر الهاتف السيد العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة. سيد يحيى أهلا وسهلا بكم. بداية، ما هي آخر تطورات المعارك في الجانب الأيمن بعد تحرير حي النفط ودور الموظفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. لا زال في القطاعات المشتركة العراقية مستمرة عملية تقدمها محاور القتال المرحلة الثالثة التي قادمون يعنينا وفي صفحة، حيث اليوم تمكن أبطالنا في قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير حي النفط، وأيضا اقتحمت حي دور الموظفين ولا زالت مستمرة بعملية تقدمها. القطاعات الأخرى قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع بعد أن اقتحمت منطقة باب الطوب هي مستمرة بعملية تطهير الطرق والبنايات ومتابعة الجيوب عناصر التمويل الإرهابي. أيضا قطعتنا في الفرقة التاسعة والمدرعة وباشتراك فرقة العباس الاستشارية وفرقة الإمام علي الاستشارية مستمرة بعملية تقدمها بعد أن باشرت باقتحام والدخول. نعم، طيب سيدي يحيى، كم تبعد القوات الأمنية عن جامع الموصل الكبير ومنارة الحدباء والجسر القديم، ومتى من المتوقع أن تتحرر هذه المناطق؟ سيدي يحيى هل تسمعني؟ سيدي يحيى هل أنت معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا وإياكم في المادة الأولى دخول حي أو شارع حلب وسط الموصل ورصد حجم الدمار فيه كما شاهدنا، وكما تابعنا معكم فإن الحديث حول قوات مكافحة الإرهاب وتحريرها لحي النفط واستمرارها بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن من الموصل. إذن هذه آخر التطورات في الجانب الأيمن، دخول القوات الأمنية لشارع حلب وسط الموصل. مشاهدينا الكرام، إذن الآن سنأخذ فاصلا قصيرا نعود إليكم بعده لنكمل معكم بقية تفاصيل هذه الحلقة، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام لنعود إليكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن سنعود وإياكم لمتابعة الاتصال مع السيد العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة. إذن كما ذكرنا لكم فإن القوات الأمنية دخلت إلى شارع حلب وسط الموصل، وذلك بعد أن تمكنت من تحريره وتمكنت من تحرير عدد من الأحياء، كما أيضا تكون قد اقتربت من المناطق الرئيسية في الموصل، الجانب الأيمن، جامع الموصل الكبير، منارة الحدباء، الجسر القديم، وهذه المناطق التي تعتبر في قلب الموصل القديمة في الجانب الأيمن. إذن سنحاول تسليط الضوء على آخر التطورات العسكرية هنالك والموقف الميداني، وذلك من خلال مراسلينا ومن خلال الأمور الموجودة هنالك.
إذا مشاهدينا الكرام سنتابع أيضا معكم الآن بقية مواد هذه الحلقة، والآن سننتقل وإياكم لنتابع بعد قليل المواصلية ترافق قادة جهاز مكافحة الإرهاب بجولة في أحياء العامل الأولى والثانية بعد تحريرها. فسنتابع مع المشاهدين الكرام هذه المواد أيضا لنطلع على مزيد من التفاصيل، فلنتابع الآن. مهني والله سيد ما اعرفه. اكو هناك واحد الاخ مبينه وين؟ في قدام اصلا قطعتين شخص السلام عليكم يا
بس اسلم عليكم. شوفوا بس بالتلفزيون. السلام عليكم. لا تخاف لا تخاف من هيا عمو هيا. على هذا على توام ثلاثه على توام ثلاثه هاي اطلب لهم ما حد حليل معهم ثلاثه منهم الله يرحمك هذا في التوم الثالث من يرزقك ان شاء الله هلا هلا الله يرحم اجيكم الله يوفقكم ان شاء الله تسلمون تجيكم الطبابة تجيكم خلصتونا من شدة عليها ما شاء الله نحن الآن في حي العمال أو ما يسمى بحي العامل وتم تطهيره بالكامل من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب
الآن عملية تفتيش وتطهير تجري لبعض الأحياء، العملية مستمرة وهناك أحياء سيتم التقدم إليها قريبا جدا خلال الساعات القريبة القادمة، وعملية التطهير لا زالت مستمرة بالنسبة للساحل الأيمن. تم بحمد الله السيطرة على حي العامل الأولى والثانية على يد أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. حاليا صباح هذا اليوم تم تفتيش جميع المنازل وفتح الطرق اللي تم غلقها من قبل عصابات داعش الإرهابي. حاليا احنا بالقرب من المعهد الفني، هذا المعهد الفني اللي صار على جهة اليمين، وكذلك على مشارف حي نابلس وحي الأغاوات وحي الرسالة. إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم اقتحام هذه الأحياء الثلاثة على يد أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، تابعنا وإياكم إذن هذه الجولة للموصلية في المناطق المحررة. ألا مشاهدينا الكرام، نعود لاستضافة العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة. سيد يحيى أهلا وسهلا بك مجددا. كنا نتحدث عن موضوع كم تبعد القوات الأمنية عن جامع الموصل الكبير ومنارة الحدباء والجسر القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أبطالنا الآن هم في عملية تقدم مستمرة بعد أن تم تحرير أغلب أحياء الساحل الأيمن لمدينة الموصل. الآن نحن في قلب مدينة الموصل، أبطالنا في بعد أن سيطروا على حي النفط أبطال قوات مكافحة الإرهاب، وأيضا باشروا باقتحام حي دور الموظفين. نعم. قطعات قوات الشرطة الاتحادية البطلة هي مستمرة بعملية تطهير منطقة باب الطوب من مخلفات عناصر التنظيم الإرهابي ومن بعض الجيوب اللي قد ممكن أنه تركها عناصر التنظيم الإرهابي. أيضا محور الفرقة التاسعة وقوات الحي الشعبي هم متوغلوا داخل ناحية بادوش ومستمرين بعمليات التطهير والتقدم مستمر. نعم. أكثر من 60% الآن هي تحت سيطرة قطاعاتنا في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وإن شاء الله أبطالنا مستمرين بعملية تقدمهم وصولا إلى أهدافهم التي تم تحديدها من قبل قيادة العمليات المشتركة. طيب سيد يحيى، كم تتوقع أن تأخذ هذه المناطق الرئيسية ليتم تحريرها؟ نتحدث عن جامع الموصل ومنارة الحدباء. يعني حقيقة الآن هي على مسافة قريبة من قطاعاتنا، لكن تقدمنا يجري بحذر، يجري وفق الخطة وفق التوقيت الزمني الدقيق. الغاية من عنده هو الحفاظ على أرواح المواطنين. أنت تعرف أنه الساحل الأيمن ومدينة الموصل في الساحل الأيمن من الأحياء، وأحياء غالبيتها أحياء قديمة. يعني عملية التقدم بها تحتاج إلى قطاعات مدربة تدريب راقي. الآن أبطالنا في قوات جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا أبطال فرقة الرد السريع وقوات الشرطة الاتحادية مدربين على قتال المناطق المبنية وحرب الشوارع، وهم يخوضون حقيقة قتال من منزل إلى منزل ومن حي إلى حي. تقدمنا دقيق، نحقق نتائج، لسنا مستعجلين بعملية التقدم. غايتنا هو مثل ما أشرت أن نحرر المواطن قبل أن نحرر الأرض. طيب سيد يحيى، الآن وفي ظل الظروف التي ذكرتها، ضيق الأحياء وقدم المساكن، كيف تبدو صورة القتال هناك؟ ما هي أسباب أنواع المعاناة؟ يعني ما الذي تحتاجه القوات في تلك المناطق لاقتحامها؟ يعني حقيقة ضمن الخطة التي وضعت في قيادة العمليات المشتركة وتحديدا في هيئة التخطيط ومن خلال إشراف السيد قائد عمليات قائد المنيانين ونائب قائد عمليات مشتركة الفريق الخاص ركن عبد الأمير رشيد يار الله، كان هناك استخدام أمثل للقطاعات العسكرية، بحيث أنه تم استخدام القطاعات التي اختصاصها قتال مناطق مبنية وحرب شوارع داخل أحياء الساحل الأيمن، والقطاعات وصنف المدرع التي المتمثل بالفرقة المدرعة التاسعة كان تقدمها بمناطق مفتوحة، وهذا يعني يأتي ضمن الاستخدام الأمثل للقطاعات. نعم. التحدي الكبير الذي يقع أمام قطاعاتنا حقيقة هو المواطنين، كثافة سكانية كبيرة، نحتاج تقدمنا يكون بدقة بحذر، الغاية من الحفاظ على أرواحهم. عناصر التنظيم الإرهابي لا يمتون الحياة بأي صلة، عملية تفجير العجلات المفخخة الانتحاريين، استخدام المنازل وأيضا استخدام المواطنين كدروع بشرية بزرع عناصر
قناصين أو نيران غير مباشرة متمثلة بالهاونات داخل هذه الأحياء والمنازل. هذا اللي يتقدم قطاعاتنا، لذا نستخدم أسلحة ذكية باستهداف عناصر تنظيم إرهابي، وحتى نسبة التدمير فيها ضئيلة، الغرض منها أنه استهدافهم ونحافظ على أرواح المواطنين. نعم. طيب سيد يحيى، لو عملنا إحصائية، كم هي الأحياء المحررة الآن وكم عدد الأحياء المتبقية بيد داعش؟ الأحياء الرسمية للساحل الأيمن هي 39 حي، لكن هناك أحياء حقيقة خلال هذه الفترة ومن فترة طويلة أنشئت أيضا بحدود 53 حي، نستطيع أن نقول في الساحل الأيمن أكثر من 20 حي هي تحت سيطرة قطاعاتنا، وهناك أحياء باشر قطعتنا بالتوغل فيها في الموصل القديمة والموصل الجديدة، وأنا مثل ما أشرت أكثر من 60% هي الآن تحت سيطرة قطعتنا، ولا زال أبطالنا مستمرين بعملية تقدمهم وفق الخطة وفق التوقيت الزمني الدقيق للعمليات العسكرية. طيب يحيى، ما هي سيد يحيى عفواً، ما هي صحة المعلومات عن تمكن القوات الأمنية من استهداف قادة أجانب بداعش، أحدهم المسؤول عن تطوير الطائرات المسيرة للتنظيم؟ حقيقة هناك جهد استخباراتي كبير، لدينا خلية الاستخبارات التابعة لقيادة عمليات قادم منيانين والمرتبطة بمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وأيضا لدينا أبطال الاستخبارات الميدانية مديرية الاستخبارات العسكرية، وأيضا كل الأجهزة الاستخباراتية الأخرى. هناك جهد استخباراتي كبير، وهناك ضربات موفقة لأبطالنا في القوة الجوية العراقية، وأيضا باشتراك طائرات التحالف الدولي. نعم. لأهداف منتخبة وفق معلومات استخباراتية دقيقة مثل ما أشرت، باستهداف قيادات أمنية وعسكرية مهمة لعناصر التنظيم الإرهابي، وغالبيتهم من الأجانب، تم قتل العديد منهم، وهذا حقق حقيقة إرباك كبير بين صفوف عناصر التنظيم الإرهابي، وفقدانا للقيادة والسيطرة ومنظومة القيادة والسيطرة ما بيننا وما بين قياداته وما بين عناصره على الأرض. وهذا ما شاهدنا عند تقدم قطعتنا، هناك انهزام، هناك انكسار لا يستطيعون المجابهة، وإنما ما يقوم به هو ترك بعض مفارس التعويض، وحال تقدم قطعتنا يبدأون بعملية الهروب وترك سلاحهم وتجهيزاتهم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم العمليات المشتركة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إذن كما استمعنا وإياكم لآخر تطورات الجانب الأيمن والأحياء التي يسيطر عليها القوات الأمنية، ما يقارب 60% من أحياء الجانب الأيمن واقترابها بشكل كبير من الجامع الموصل الكبير ومنارة الحدباء والجسر القديم والتي ستتحرر قريبا جدا. مشاهدينا الكرام، إذن سنعود إليكم لنتابع معكم بقية فقرات هذه الحلقة، سنذهب إلى فاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، إذن سنتابع الآن جولة الموصلية في حي الشهداء الأولى ورصد جثث عناصر داعش وفرحة الأهالي بالتحرير، فلنتابع معنا.
الله يساعدك حجي. هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عافية. مبارك لك التحرير. والله نبارك لكم الدهمين بجهود الله ثم جهودكم. شلون تعاملت وياك القوات الأمنية؟ والله ونعم منكم. ما حد أذاك، ما حد خلى خاطرك. لا والله بالحيف عليكم. يبا أنتم خلصتونا من نار جهنم. والله جاي. شلون كانت معاناتك؟ احكي لنا حجي ناخذ من وقتك شوية. والله معاناتنا كانت سيئة بصراحة. والله حيل سيئة الله يعطيك العافية هذا، بس والله الحمد لله ظلينا ندعي لما وصلتونا. راح اول لو ان شاء الله الحمد لله والشكر ان شاء الله والله ينصركم والدعاء كله لكم باذن الله الله وياك ايه لان يعني الظلم ما يدوم ان شاء الله ان شاء الله ايه وانا خالك الله يعافيك ان شاء الله عليكم وينصركم ان شاء الله الله يعافيكم نطلع من هنا الله يعطيك العافيه هاي القوات الامنيه يتوجهك هسه منين ابني هاي قوات انت ويا توجيهات قوات الامنيه شوف وين توجهك روح منا تعال انا تعال اختي منا تعال حجيه منا منا انا وعلي نفس الحاله كيف حجي طلعنا اول فرع على النبو منا حجيه جهاز مكافحة الارهاب يرفعوا العلم العراقي طلعنا حي الشهداء الاولى يساعدهم حبيب قلب الغالي شلون معنوياتكم معنويات عالي وانا امر سريه ملازم مالك وان شاء الله تحررها ما بقى شيء الا شيء قليل اليوم قطعاتنا باشرت باتجاه المحاور اللي موكله لنا من قبل القاده العسكريين وان شاء الله قطعات جهاز مكافحه الارهاب جميع العراقيين بأنه الأيام المقبلة القليلة بأنه الموصل والعراق يتحرر بالكامل بإذن الله مثل ما تشوفون المعنويات عالية لدى جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة الإرهاب حاليا يباشر بالتقدم نحو الأحياء القادمة إن شاء الله بعد أحياء حي العامل والعمال مثل ما تلاحظون يعني التقدمات ما شاء الله مستمرة والمعنويات الجنود عالية والعدو بدأ ينهار وإن شاء الله سوف نزف البشرة لأهالي الموصل وجميع العراقيين والشعب العراقي بتحرير الساحل الأيمن وترجع الموصل الحدباء عراقية إن شاء الله المعنويات عالية بالجاه والنصر قريب إن شاء الله على الموصل الحدباء وإن شاء الله ما بقى إلا أيام قليلة ندخل الموصل الجديدة ونزف البشرة إلى الشعب العراقي عام والموصل خاصة وبزود قائدنا قائد عمل الخاصة الثانية معنى السعدي والبطل المقدم ثائر البطل آمر فوج مكافحة الإرهاب كركوك نزف البشرة إلى الشعب العراقي إن شاء الله هذا هذا العلمي هذاك هذا العلمي هذاك هذا العلمي أهلا بكم مجددا إذن شاهدنا وإياكم جولة الموصلية في حي الشهداء ورصد جثث عناصر داعش وفرحة الأهالي بالتحرير والتي بدت واضحة على وجوههم مشاهدينا الكرام الآن نستضيف عبر الهاتف السيد أمين عام جبهة مستقبل نينوى السيد عامر البق معنا عبر الهاتف سيد عامر أهلا وسهلا بك في استديو الموصلية بداية أرحب بكم والسؤال كيف تقيم المجريات العسكرية لسير المعارك تحرير الجانب الأيمن حياكم الله أهلا وسهلا بكم تحية النصر تحية التحرير تحية الأمن والسلام لأهلي في محافظة نينوى وألف ألف تحية للأبطال الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم يسابقون المنايا ليطهروا الأرض والعرض ويحرروا الإنسان نعم الكل يعلم
أن ما يحدث وحدث في محافظة نينوى لهو بحق ملحمة تاريخية يجب أن تدرس في جميع الكليات العسكرية في العالم أجمع، لأن ما قام به الجيش العراقي البطل من بطولات وملاحم أثبتت نتائجها وسرعة تنفيذها بتحرير مدينة تكاد تكون ما بعد الحرب العالمية الثانية معركة برلين من أصعب المعارك في نينوى، وكذلك تشابه حلب لأنه مدينة مكتظة بالسكان، مدينة أحياؤها أغلبها قديمة تحتاج إلى دقة ونوعية وكفاءة وبطولة خارقة غير اعتيادية، وهذا ما لمسناه. ولكن هناك نعم سيد عامر. ألو. نعم سيد عامر نحن معك، تفضل. عفوا صرت أن الصوت انقطع. نعم تفضل سيد عامر. سيد عامر هل تسمعني؟ لأن يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد عامر البنك. سيد عامر ألو. نحن نسمعك، تفضل. عفوا تفضل. ولكن هناك مقولة دائما تثار في أنه هذه المعركة نظيفة، أحب أن نعم سيد عامر نحن نسمعك. من قبل قوات التحالف أو الطيران الجيش، أو هناك لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض في مناطق وأحياء عديدة من مناطق الموصل، ثم أنه الكارثة ونتائج الحروب لا تكون محفوفة بالوقت. نعم يبدو أن الاتصال والشبكة تعاني ضعف ما في تلك المناطق. السيد عامر البق هو من كان معنا عبر الهاتف، وهو أمين عام جبهة مستقبل نينوى، ونحن حريصون على عودة الصوت لنستكمل المعلومة والخبر حول موضوع الجانب الأيمن في الموصل وتقدم القوات العراقية، تقدمها على مستوى عدة أحياء وعدة مناطق، وقد بلغت 60% مناطق المجمل مناطق الموصل والتي تحررت إلى الآن فعليا من سيطرة تنظيم داعش. إذن كما استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام، فإن قوة مكافحة الإرهاب تحرر أحياء النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، وأيضا تابعنا جولة في شارع حلب، وتابعنا أيضا جولة في أحياء العام الأولى والثانية من الموصل، وذلك برفقة جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل في الجانب الأيمن. إذا مشاهدينا الكرام، الآن سنذهب إياكم لفاصل قصير، نعود إليكم بعده لنستكمل بقية الفقرات في هذا البرنامج وبقية الفعاليات. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، ومجلس النواب يناقش أزمة نازحي الموصل بعد وصول عددهم لمئة ألف نازح. نعود إلى السيد عامر البق، أمين عام جبهة مستقبل نينوى. سيد عامر أهلا بك مجددا. أهلا وسهلا. تفضل سيد عامر، أكمل إجابة إن أردت حول هذا السؤال. نعم، فما لمسناه من انتصارات متسارعة ومتوالية وبخطوات متلاحقة في
مناطق الدندان والجوشق والطيران ومن ثم الدواسة نعم وموصل الجديدة والشهداء والمأمون والصمود وحي العامل وتحرير مبنى المحافظة والذي ومجلس المحافظة ومجمع المحاكم الذي والذي تعتبر مناطق سيادية ولها رمزية في نفوس أهالي نينوى وفي الدولة العراقية كذلك مديريات الماء والمجاري والكهرباء ومن ثم السايلو ودائرة النفط وهذه السرعة التي يقوم بها أبطال الجيش العراقي بمختلف مسمياتهم الاتحادية ومكافحة الإرهاب أو الرد السريع نعم. رغم صعوبتها سيما وأن داعش ليس لديه ما يخسره فهناك كما تعلمون استخدام قذر للخطط والأساليب العسكرية التي يستخدمها داعش من تلغيم الدور والسيارات المخففة والقنص وشراسة مقاتليه الذين أيقنوا أنهم لا مجال لهم إلا بالاستسلام أو مواصلة القتال وللأسف قد اختاروا السبيل الثاني وهذا ما شهدناه في معركة الدواسة والمطار من الكتيبة الأوزبكية وكتائب المجاهدين وما يسمى بأشبال الخلافة رغم ذلك في ذات الوقت يقومون هم بتهريب عوائلهم وبالأمس أو أول أمس حاولوا التسلل عن طريق طرق نيسمية بتهريب عوائلهم العدد حسب ما وصلنا ليس هناك أرقام دقيقة بالضبط ولكن حاولوا تهريب 170 عائلة من عوائل القادة عن طريق غرب الموصل والهروب عبر سوريا أو إلى دولة إقليمية أخرى وحاليا هم ينكفئون في منطقة 17 تموز وهي ستكون المكان الأخيرة لانهزامهم وانكسارهم إن شاء الله وانكسار داعش هذا مما عزز من سرعة تقدم قواتنا الأمنية البطلة والجيش العراقي وداعش بدأ بالانكسار لعدة أسباب منها أولا ضعف تمويلهم المادي الذي الكل يعلم عندما دخلوا قبل عامين ونصف كيف كانوا يسرقون الأموال ويأخذون الأدوات ويبيعون النفط لدول مجاورة للأسف وعن طريق بعض الخونة والعملاء من السياسيين دواعش السياسة بأسعار زهيدة كل هذا المورد انقطع عنهم وثانيا هو كشف زيفهم وعمالتهم ولبوسهم للباس الدين الذي خدعوا به الناس فقد سقطت الأقنعة عنهم وانكشفت عوراتهم وانكشف زيفهم بالفتاوي التي ما أنزل الله بها من سلطان فبعد أن زيفوا حقيقة دين الإسلام كل هذه العوامل ثم نقمة الناس عليهم بسبب تصرفاتهم وكأنما لا يوجد على لسانهم أو في فكرهم غير القتل والبطش والتنكيل والتعذيب والرمي من أسطح المباني واستباحة الأعراض والمقدسات والحرمات كل هذا هذه العوامل جميعا إضافة إلى عامل مهم جدا هو أنه هذه العصابة الإجرامية كانت صنيعة لدول ومخابرات دول عالمية أتصور وهذا رأي شخصي طبعا أنه جاءت لتغيير الخارطة السياسية أو الجغرافيا السياسية في المنطقة في العراق وسوريا وفي منطقة الإقليم أتصور أنه دورها قد انتهى وقد أدت ما عليه وما سيأتي سيبنى عليه آراء سياسية ومواقف سياسية وخرائط جديدة أخرى سياسية في المنطقة وهذا يتوقف على القطبين الكبيرين روسيا وأمريكا والتفاهم بينهما نعم. طيب سيد عامر كيف تتوقع أن تكون صورة المعارك في أحياء الموصل القديمة خصوصا أن ضيق الأزقة والكثافة السكانية ستحد من أداء استخدام الأسلحة الثقيلة وتقلل من فعالية الضربات الجوية أولا أحب أن أبشركم فيها قبل دقائق من الآن تم تحرير منطقة الصابونشي وجامع الخضر وهم الآن على مشارف شارع النجفي والمنطقة التي باعتقادي هنا
ستظهر صعوبة هذه المعركة، كون الآن بدأت الموصل القديمة متمثلة بأحياء الميدان ورأس الكور وحظيرة السادة واسترشخانة وشيخ فتحي والشفاء والمشاهدة وباب سنجار، هذه هي الموصل القديمة. هنا تكمن الصعوبة، هنا لا يمكن استخدام الأسلحة الثقيلة، لا يمكن استخدام الطائرات، لا يمكن استخدام المدفعية لأنه الأبنية متهالكة، الناس أجبروا على أن يبقوا في بيوتهم، فأي استخدام غير مدروس وغير مخطط له ستكون نتائجه كارثية، وإن شاء الله لنصل إلى هذه اللحظة. لا نريد أن نرى أبناءنا وأهلنا تحت الأنقاض، سيما وأن العدو لا يهمه ولا يكترث بهذه الأمور، وهو من يتحصن بهؤلاء المدنيين. ستكون المعركة صعبة وصعبة جدا، ولكن نشيد ونثني ونحيي السيد القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأبطال بأجمعهم، هؤلاء الأبطال الذين يجب أن تحفر أسماءهم في التاريخ كما حفر أسماء رومل ومونتجمري والقادة العظام. هؤلاء هم قادة هذا العصر. أشيد وأطالب من هؤلاء الأبطال أن يدققوا ويركزوا وينتقوا أفضل الطرق في عملية تحرير هذه المناطق، لأنه الكل يعلم فيما إذا حدث خطأ أو حدث اقتحام عشوائي أو غير مخطط أو غير مدروس له ستكون نتائجه كارثية. كما أحب أن أحيي البطل الذي شاهده العالم أجمع عندما تصدى بمدرعته بدبابته إلى أحد كلاب داعش في سيارته الملغمة التي أراد أن يخترق بها المدنيين ويفجر وسط المدنيين، ولكنه تصدى له. فهذا نموذج من الأبطال، أبطال الجيش العراقي البطل الذي آثر أن يضحي بنفسه في سبيل أن يحمي أرواح أخوته وأبناء جلدته من أبناء الموصل وأبناء الشعب العراقي. نعم. رحمه الله. طيب سيد عامر، بعد أن بلغ أعداد نازحي الموصل 100,000 تقريبا، كيف تقيم دور الوزارات المعنية وحكومة نينوى بإغاثة هؤلاء النازحين؟ ذكرنا سابقا والكل يذكر ويعني يمر على هذا الملف بألم وحسرة ومرارة. أعداد النازحين اليوم نحن نقول أنه 100,000، وربما بعد ساعة ستصبح 120,000، لأنه الأعداد بالساعات، وخاصة والكل يشاهد الظروف الجوية هذه خلال هذه الأيام الثلاثة. نعم. التي أعاقت. نعم. عمليات التحرير، مما يزيد الصعوبة أنه داعش قد برر أو أفتى بضرب حتى المدنيين الذين يحاولون أن ينزحوا هناك في منطقة حمام العلي والجدعة 15,000 نازح، هذه الإحصائيات لحد اليوم غاية الصباح هذا اليوم، قاموا بإخلائهم، ومن ثم أقسم منهم ذهبوا إلى الخازر، ووصلت 200 عائلة تقريبا إلى مخيم جمجور الجديد في الساحل الأيسر. هناك جهد مدني، 153 حافلة تقل النازحين إلى منطقة الجوجلي إلى الساحل الأيسر من مدينة الموصل. هناك من 200 إلى 300 سيارة صغيرة وكبيرة بمختلف الأحجام قد هيأها أبطال الجيش العراقي لإخلاء النازحين. هناك أمور بصراحة مفرحة بقدر صعوبة المشهد والمنظر المؤلم، ولكن هناك تطوع من قبل أهالي القيارة من شباب وحلاقين ودكاترة ومضمدين يقومون بإسعاف، كل حسب اختصاصه يقوم بتقديم الخدمات التي يستطيع أن يقدمها لأهله النازحين. هناك علامات مضيئة وإيجابية، هناك حسينيات تعمل على طبخ 3 وجبات يومين للنازحين الذين يفرون من المعارك، وهناك 4 منظمات كذلك ومجموعة من وزارة الهجرة،
هناك مساعدات إنسانية ولكن لا تفي بالغرض. وصلت المأمون وحي المنصور، وهناك تبرعات من أهالي الساحل الأيسر لإخوانهم رغم ضيق عيشهم والحالة التي الكل يعلم ماذا يعاني سكنة مدينة الموصل من الساحل الأيسر، ورغم ذلك تبرعوا لإخوانهم في الساحل الأيمن. الملف الإنساني صعب وصعب جدا. الأكثر جهة تقدم الخدمات هي منظمة أطباء بلا حدود، ولكن دورها بصراحة لأن إمكانياتها ضعيفة فدورها لا يفي بالغرض، ولكن ما يؤلمنا وما نعيب عليه هو أنه الخطة المدنية التي طالما تغنوا بها في الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، وأغرب تصريح سمعته للأسف من الأخ وكيل وزير الهجرة والمهجرين الأخ جاسم العطية عندما يقول نحن على استعداد خلال ساعتين أن نهيئ كل الأمور ومخازننا جاهزة وأنا مستعد لاستقبال 100,000 نازح إضافي. هل هذا الكلام كلام إعلامي؟ أين هو على الأرض؟ الكل تشكو من البرد من الجوع، أناس ماتت من أطفال ماتت من المرض، أناس تصل مشيا على الأقدام مجهدة منهكة لا ماء لا غذاء. أين هذا التصريح؟ أين هذا الكلام من ما نراه على أرض الواقع؟ هناك تقصير كبير جدا من الحكومة المحلية، لأنه من قبل أكثر من سنتين على الورق قد أعدت خطط مدنية وخطط إنقاذ وقسمت محافظة نيلة إلى 8 قطاعات وجهزت الكوادر، كل هذا غير موجود. من يعمل حقيقة العرض هو الجيش العراقي البطل الذي يقاتل ويطهر ويسعف النازحين ويقاسمهم رغيف الخبز وبطل وقنينة الماء ويخليهم ويقدم لهم الإسعافات الأولية. ما عدا ذلك لا حكومة محلية ولا حكومة اتحادية، ليس عملها ليس بالمستوى المطلوب الذي يجب أن يكون عليه، خاصة وأنه الكل يعلم من قبل عامين ونصف أنه سيأتي هذا اليوم وستأتي هذه اللحظة التي سنقوم بها بتحرير نينوى وبدخول معركة، فيجب أن تكون استحراضات كلها سابقة، ولكن للأسف الناس مشغلون بأشياء أخرى لا أريد أن أذكرها ليس محلها، ولكن لنا لها عودة وسنكون سنتصدى لهم ولكل من حاول المتاجرة على معاناة أهلنا من أبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى. طيب طيب سيد عامر، آلاف العوائل من أحياء الجانب الأيمن لازموا منازلهم ولم ينزحوا ويعانون شح المواد الغذائية وبحاجة لإيصال هذه المواد إليهم، ما المطلوب من المنظمات الدولية والوزارات المعنية للقيام به تجاههم؟ نعم، طلب الأخ قائد القوات مكافحة الإرهاب وقائد عمليات تحرير نينوى من الأهالي المدنيين البقاء في منازلهم لسببين. أولاً لأنه سيتعرضون للقتل فيما إذا نزحوا من قبل عصابات داعش، ثانياً ضعف الإمكانيات لتقديم المعونة والمساعدات الصحية والغذائية والإيواء، فكان طلبه معقولاً، ولكن هذا أيضاً له تأثيرات أخرى هي أنه عصابات داعش ستقوم بالاحتماء بهم، وهذا ما سيصعب المعركة العسكرية عليهم. نعم، ولكن هذا اعتراف بأنه لا يوجد دور مساند للقوات العسكرية، يجب أن تكون هناك إدارة أو جهد مساند للجهد العسكري الذي يقوم بالقتال ويقوم بالتحرير والتطهير، وهذا طبعا مفقود. فماذا سيفعل الجيش العراقي؟ يقاتل ويطهر ويساند ويدعم، أين هي الحكومات المحلية؟ أين هي المنظمات؟ انظر، قبل عدة أيام اجتمعت الأمم المتحدة وقررت أنه يحتاج إلى 37 مليون دولار لإغاثة النازحين، هذا قبل أيام. نعم. والحكومة العراقية ونواب نينوى وأهالي ومن يدعي ظلما أنه يمثل أهالي نينوى من مجلس محافظة غير آبهين، ولم يطلب أحد منهم في أن يجب أن تكون هناك جلسة طائرة وإعلان المدينة مدينة منكوبة. اليوم الاثنين تم تحديد هذا الموعد بعد
5 أشهر من بدء عمليات تحرير نينوى، طالما طالبنا وذكرنا بإعلان محافظة نينوى محافظة منكوبة، ويجب أن يكون هناك جهد وتنسيق دولي. انظر إلى الساسة العراقيين، إنهم يتهافتون إلى دول الجوار والدول الخارج، يعقدوا المؤتمرات ويتآمروا ويريدوا أن يعيدوا أنفسهم، ونسوا أن أغلبهم هم من كان سبباً في سقوط الموصل، وقد وردت أسمائهم في لجنة سقوط الموصل. يريدوا أن يعيدوا الكرة وأن يستغفروا الناس ويعيدوا ال- 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 الشغل الشاغل لهم للسياسيين الحاليين، هو ماذا بعد داعش؟ من سيدير المحافظة بعد داعش؟ فأنا أقول لهم لا تخجلون، إن أهالي نينوى ما بعد داعش ليس هم أهالي نينوى ما قبل داعش، فقد كشفوكم وعرفوكم. وأنا أتحداهم فيما إذا تم تحرير الساحل الأيمن إن شاء الله سنجري استفتاء، هل ترغبون في عودة هذه الحكومة المحلية أو هذه الوجوه التي كانت في يوم ما تمثلكم؟ وأتحداهم في استفتاء علني وواضح وصريح في أن يلاقوا أي نسبة من النجاح انكشفت العورات وسقطت الأقنعة. أخي العزيز، نعم، أشكرك شكرا جزيلا. السيد عامر البيق، أمين عام جبهة مستقبل لينا، وكنت معي على الهاتف، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، إذا استمعنا وإياكم للسيد عامر البق، أمين عام جبهة مستقبل نينوى، متحدثا حول آخر التطورات في الجانب الأيمن وآخر تطورات موضوع النازحين. مشاهدين الكرام، سنذهب إلى فاصل، نعود إليكم بعده لنستكمل بقية الفقرات في حلقتنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، إذن سنتابع معكم الآن العبار والعلاف يتفقدان نازحي بادوش في منطقة الأكوار في الجانب الأيمن من الموصل، فلنتابع معكم. هؤلاء هم النازحين من منطقة بادوش. الحقيقة يأسفنا أولئك الموجودين خارج العراق، بعض الأجراء الذين قد أجرهم بعض السياسيين من محافظة نينوى، الذين يريدون أن يتاجرون بدماء هؤلاء الناس. يأسفنا، يكتبون على صفحات الفيسبوك كل يوم وكل لحظة، يتهمون الناس الوطنيين اللي يريدون يخدمون هذه الشريحة النازحة. أتمنى لكم تجون هنا، أتمنى لكم تقدمون، لا قاعدين بالطرف في أوروبا وتقعدون تنتقدون الناس اللي تشتغل. إخواني أهل الموصل، هؤلاء هم الذين خربوا البلد، هؤلاء هم الذين باعوا ضمائرهم للخارج وباعوا ضمائرهم للمال، باعوا ضمائرهم للدينار. أنا أدعو أولئك السياسيين أن يكفوا أن يبيعوا ضمائر الناس، لقد خربتم البلد من قبل وتريدون أن تخربوه مرة أخرى. انظروا إلى هؤلاء المواطنين، هؤلاء الناس بحاجة إلى معونة، لا تتاجروا بدمائهم، أرجوكم لا تتاجروا بدمائهم، تعالوا ساعدونا، كافي، ترى الناس ملت تعبت من 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 الحديث في الخيانة، تعبت من الحديث بالسياسة، تريد عمل، تريد إنتاج. إخواني، نحن اليوم جئنا إلى هذه المنطقة ومعنا الإغاثات الإنسانية. الموقف حقيقة صعب جدا، الموقف بحاجة إلى لمة أهلنا أهل الموصل الشرفاء الوطنيين. كذلك أدعو الحكومة الاتحادية بالإسراع بالعمل الخدمي وإيصال المواد الغذائية لهذه المناطق والسلات الغذائية. إن شاء الله غدا وبعد غد
سنحاول قدر إمكاننا وقدر استطاعتنا احتواء الأزمة الموجودة في هذه الصحراء في وسط هذه التلال اللي موجودة في منطقة الكوار قريبة من منطقة بهدوش. نحن اليوم في الزيارة الثانية إلى منفذ السحاجي، كما تشاهدون بالصورة هناك ازدحام كبير جدا من قبل النازحين من مناطق بهدوش ومناطق الريحانية. هذه الموجة من النزوح حقيقة تستلزم وقفة جادة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك من المسؤول على غرفة إيواء النازحين بتوفير سيارات حافلات نقل لهؤلاء النازحين. الوضع حقيقة يعني صعب جدا، هناك الكثير من الحالات التي توفيت أثناء هذا الطريق. اليوم أيضا قمنا بإيصال الماء الصالح للشرب إلى القرى في المناطق المتقدمة القريبة من بهدوش في سبيل أن نبقي على الناس في هذه القرى وعدم نزوحها، وأيضا سنوصل لهم المواد الغذائية. احنا اليوم حقيقة هذا المشهد هو مشهد كبير جدا يستلزم على الحكومة الاتحادية أن تقف وقفة جادة في توفير كافة الخدمات التي يحتاج النازحون في هذه المنطقة. نحن اليوم في الممر الآمن في منطقة الكوار، حيث الأعداد الغفيرة من النازحين نتيجة العمليات العسكرية في الجانب الأيمن وخاصة في قرى بهدوش وحميدات والقرى التابعة لها، وهناك موجة نزوح كبيرة جدا ولا نجد اهتمام من الوزارات الخدمية بهؤلاء النازحين، حيث أن هناك أعداد كبيرة وموجة كبيرة من النازحين لم يشهدها التاريخ، وهناك فقدان الخدمات وتقصير كبير من وزارة الهجرة والصحة، وبدورنا ندعو كافة الوزارات والحكومة المحلية والاتحادية لإغاثة هؤلاء النازحين في هذا الظرف الصعب وفي ظل العمليات العسكرية، كما ندعو أبناء نينوى لمد يد العون لإخوانهم في ظل هذا الظرف الصعب. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن استمعنا وإياكم وشاهدنا زيارة العلاف والعبار لنازحي بهدوش في منطقة الأجوار وذلك في الجانب الأيمن من الموصل ضمن قطاع النازحين المتوزعين في كافة مناطق الجانب الأيمن والذين يعانون حقيقة أزمة شديدة في هذه الأيام وضعفا في الإمدادات الغذائية والإغاثية. مشاهدينا الكرام، الآن سنذهب وإياكم أيضا لنتابع السيد عايد الويزي يتفقد مخيمي الجدع في إطار تفقد النازحين والمدرج جنوب الموصل للاطلاع على أوضاعهم هناك، فلنتابع معنا. جانا مستشار السيد المحافظ وبعد يمنا حكينا له همين عندنا نفس المشكله كانت خطر على مال التوزيع. قال الاداره بس تكتب لنا ايش كثر يكفيهم تجهيز المولد تشغيله شهر. كتبت الاداره؟ ما كتبت الاداره، ما كتبت. اي اداره؟ اداره المخيم. اداره المخيم. من اليوم بزيارة مخيمات الجدعة والمدرج للاطلاع على عمل دائرة جنسية في هذه المخيمات، حيث تم استحصال الموافقة بنقل هذه الدائرة وفتح مكتب لاستلام استبدال هويات أحوال المواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها المخيم والتي تتعلق بقضية عمل هويات أحوال المدنية وختمها من قبل مديرية الاستخبارات، حيث يستلزم ختم هذه المعاملات من قبل مديرية الاستخبارات. وقمنا بالاتصال بالسيد مدير جنسية نينوى للاطلاع على آلية العمل، حيث تم الاتفاق على أن يقوم مخول من قبل مديرية الجنسية بأخذ المعاملات وختمها من قبل الاستخبارات، بالإضافة إلى هناك مشكلة أخرى تواجه سير هذه العملية، منها عملية ختم بيانات الولادة وتصديقها من مكتب الولادات، حيث تم الاتصال بالسادة المختصين في صحة نينوى، وسيتم تخصيص يومين في الأسبوع يتم الإعلان عنها لاحقا بأن تأتي هذه اللجنة إلى المخيم وتقوم باستلام البيانات بموظف مخول
يقوم بإرسال هذه المعاملات نيابة عن المواطنين. في الحقيقة أود أن ننوه لمشكلة مهمة، وهي مشكلة السيد قائم مقام الحظر والسيد مدير ناحية تل عطا. يعني هؤلاء المديرين مشكورين متواجدين في مكان العمل، ولكن هناك يعني تكلفة في عملية النقل والذهاب من محل الإقامة إلى هذه الدائرة، وعدم وجود نثرية لقائم مقامية الحظر ومديرية ناحية تل عطا. نحن نطالب السيد المحافظ بضرورة الاهتمام بهذه الوحدتين الإدارتين، باعتبار أن هذا المخيم يحتوي على نسبة أكثر من 70% من هذه الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى أننا ندعو مدير ناحية المحلبية بالتواجد شأنه شأن قائم مقام الحظر ومدير ناحية تل عطا، لأن هناك كثير من العوائل النازحة من ناحية المحلبية ومن القرى التابعة لها بحاجة إلى إختام هذه الوحدة الإدارية. انتبهنا وياكم مشاهدينا الكرام هذه الزيارة للسيد عادل الويزي لتفقد مخيمي الجدعة والمدرج جنوب الموصل للاطلاع على أوضاع النازحين فيها أو النازحون الذين يعانون أوضاعا شديدة ومأساوية حاليا، ذلك في ظل عدم استجابة منظمات الإغاثة وحتى الحكومة المسؤولة عنهم. مشاهدينا سننتقل إياكم لنتابع أيضا الكيكي يستقبل الفريق رياض جلال توفيق ويبحث معه إعادة النازحين والخدمات إلى الموصل، فلنتابع معه. باسمي وباسم مجلس محافظة نينوى أرحب بزيارة الفريق الركن رياض توفيق القائد العسكري المشرف، طبعا هو قائد القوات البرية وكذلك مشرف على كافة التشكيلات العسكرية في الأيسر. طبعا بوجود الإخوان رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الأمنية لمجلس المحافظة، وتباحثنا معا جملة من الأمور المهمة جدا والمشتركة من حيث الاهتمام ومن حيث الإجراءات ومن حيث التدابير. تكلمنا عن أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة بشكل عام كحكومة محلية مع سيادته باعتباره المشرف العسكري. وحقيقة أحب أوضح لكل أهالي نينوى بأن لدينا تنسيق كامل وتعاون وتفاهم وتفهم لطبيعة هذه العملية بشكل عام، وإلى الأهمية القصوى لموضوع مسك الأرض وموضوع توفير الأمن والأمان. و سيادة الفريق متجاوب جدا في هذا الأمر، وهنالك طبعا رؤية مشتركة ومتطابقة إن صح التعبير في كيفية التعامل مع الوضع الحالي. وتباحثنا في موضوع مهم جدا وهو يهم كل المواطنين، موضوع التصريحات الأمنية، وبالتأكيد توصلنا إلى قناعة بأن هنالك إجراءات يجب أن تتخذ أو تستحدث للإسراع بإصدارها، وكذلك الحرص على التدقيق الدقيق في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نفرز ما هو عليه مؤشر وما هو بريء من موضوع داعش، وأكيد سيادة الفريق هو راح يوضح هذا الأمر. بالنسبة لنا في حكومة نينوى المحلية باسمي وباسم المحافظ ومجلس المحافظة، بالتأكيد إحنا
نتمنى له التوفيق في عمله العسكري، وبالتأكيد نحن متفقين بأنه الحاجة والضرورة تستدعي وجود قوات والتشكيلات العسكرية المختلفة، ولكن نحن معا نعمل بأنه نمكن الشرطة المحلية في مسك الأرض، وتباحثنا حول أهمية تعزيز هذا الموجود وفتح مراكز للشرطة وإعادة الحياة الإدارية والمدنية إلى المدينة التي انتعشت وتنتعش تدريجيا. وبالتأكيد نحن متفقين على أهمية الحفاظ على النصر المنجز والذي أتى بتضحيات من كافة القوات الأمنية، وهذا الأمر مهم جدا. هنالك طبعا بعض الأمور أيضا تباحثناها تتعلق ببعض التصرفات المعينة، طبعا سيادة الفريق صار عنده علم وتصور، ومن المهم جدا أن يعلم الجميع بأنه قد تحدث هنا وهنالك تصرفات معينة قد تكون الهدف منها الإساءة إلى هذه الانتصارات، ولكن نحن معا وبالتنسيق سوف نواجه هذا الموضوع، ويهمنا جدا أن نتعظ ونستفيد من التجارب الإيجابية والسلبية التي كانت موجودة ما قبل داعش، والآن أيضا تمكننا بفضل الله وبفضل انتصارات القوات الأمنية بكافة صنوف وتشكيلاتها من تجاوز هذه العقبة. وأنا أؤكد لكل أهالي نينوى ولكافة المواطنين إن موضوع داعش انتهى، وهواجس وإرهاصات داعش انتهى، ونحن نعد العدة لإعادة إعمار الموصل، ومن قبلها طبعا إعادة الاستقرار. وبإذن الله سوف تكون لدينا غدا جلسة لمجلس المحافظة، وسوف نصادق على الخطة الاستراتيجية الخمسية لمحافظة نينوى ولدى المحافظة، ومن خلال جهود إخواني وأخواتي من أعضاء مجلس المحافظة رؤية متكاملة متطابقة حول الأوضاع الحالية والمستقبلية أيضا. ونؤكد بأنه سوف يكون لدينا قريبا التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني لإعادة إعمار نينوى، حيث انعقد المؤتمر الأول في بغداد، واتفقنا في التوصيات على يعني عقد المؤتمر في الموصل. هذا أول لقاء وبدأنا به مع مجلس المحافظة المتمثلة بالأخ رئيس المجلس والأخوان أعضاء المجلس، بعد أن استلمنا المسؤولية في 22 إشباط من بثقة عالية من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وتنسيق عالي مع الأخ قائد عمليات قادمون إلى نينوى، وهنالك أيضا تحمل مسؤولية كبيرة من ثقة الناس وحسن الظن بنا، أن أكون من هذا المكان أقول سنكون أمناء على حفظ هذه المسؤولية، وستحملنا أمانة كبيرة أن نكون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القيادة وأمام المواطنين اللي يتحملوا كثير من التعب والجهد والإساءة من أهالي الموصل. سنكون أمناء في حمل هذه الأمانة في تخليصهم من هذا الوباء اللي ضغط عليهم سنتين ونص، سنكون أمناء في حفظ أرواحهم وممتلكاتهم، سنكون أمناء في تقديم الخدمات لهم على جميع الأصعدة، سنكون أمناء في البداية لتقديم الأمن والأمان بكافة مفاصله. إن شاء الله سنكون عين ساهرة لكل مفصل من مفاصل اللي يتطلب وجود نبي. الحقيقة هذه الفترة من 22 إشباط لحد الآن كنا قد في الميدان لإدامة النصر اللي حقق أخواننا المقاتلين ولشهدائنا الأبرار، ونتمنى أن يكونون فعليين، ولجرحانا أن يكونون الشفاء العاجل، وهم جزء من أرواحنا اللي قد نكون شفناهم في الميدان وقد نكون من سمعنا عنهم، وهم أعز من أولادنا أعز من أخواننا. وضعنا خلال هالفترة هذا نهج كامل متكامل، وعرضته قدام الأخ رئيس المجلس والأخوان أعضاء المجلس. النهج هذا يشمل كافة تفاصيل العمل في تأمين متطلبات الحياة إلى المواطن بما نشعر به وبما سمعنا به وبما شفناه ميدانيا، من
ايضا درسنا ما الاخطاء السابقه اللي ادت الى وضعنا للوضع الحالي اللي استنزفنا دماء يلا استرجعنا الموصل. عززنا النقاط القويه اللي كان يتمتاز بها القوات المسلحه وايضا الحكومه المحليه، وايضا سنعالج الاخطاء ان شاء الله بتكاتف وجهود كل الخيرين كل حسب اختصاصه ومسؤوليته على جميع الاصعده. يجب ان يكون المواطن يشعر بالامان وان هنالك قوه خفيه تحميه لا متواجده على الارض ولكن متواجده باسم القانون، ما يمكن ان يتواجد من الشرطه المحليه وايضا المرور والتفاصيل الاخرى. يجب ان تقدم الى الخدمات لان هذه حقوق وكل الحقوق سنوفرها لها، ولكن في هذه المرحله عليهم مسؤوليات وواجبات. المسؤوليات هو الاخبار عمن تلطخت ايديهم بدماء الابرار، وايضا ممن تلطخت ايديهم بسرقات الحلال، يجب اخراجهم من بينهم. وانا اتوقع هم موجودين الان لبسوا غير اللباس، لبسوا لباس الامان وتخفوا بين الناس، يجب الاخبار عليهم. المواطن اللي يعرف راح تقع مسؤوليه اولا حساب الله سبحانه وتعالى وحساب القانون بعدين. الشيء الثاني ارجو من اهل الموصل عدم الخروج من الموصل، ويجب ان يبنوا ابناء الموصل موصلهم بايديهم. عدم النزوح، البقاء في المساكن، عدم ترك محلاتهم، بل ادعو من اخواني الذين نزحوا من الموصل لاسباب او اخرى ان يعودوا الى ممتلكاتهم، ان يعودوا الى محلاتهم. نحن علينا الامان وستكون صدورنا رحبة وستكون ضمائرنا مفتوحة أمام هالشيء هذا. هنالك من يريد إفشال هذا النصر وتشويه سمعة هالنصر هذا لأسباب نحن واعدين عنها، ولكن سنكون متواجدين في قطع اليد التي تمتد إلى أهل الموصل وإلى جميع أهالينا في العراق. المشاهدين الكرام، تابعنا وإياكم فعالية هذا اللقاء المشترك بين الفريق رياض جلال توفيق والسيد بشار الكيكي. الآن سنذهب وإياكم لنتابع معا الفرقة 16 تزيل السيطرات من شوارع أيسر الموصل للتخفيف الضغط عن المواطنين، فلنتابع معا. سهل مينهم على عيني وعلى راسي، المداخل اللي برطله اللي كذا اللي شغلات، شنو اللي يمنعها ان تصير في السيطره الرئيسيه؟ ماكو، بس هنا نحن فرانا يبدا منا هيك رايح. وين هذا بازوايا بصفر. اي بازوايا هذا عندك مو عندك سيطرات جوا داخليه؟ ما عندنا، ان بالمخارج مالك. بالمخارج هاي هذا طريق رئيسي. الطريق الرئيسي يصير بالداخل، ماكو مشكله. انت الشارع هذا مو تقول هاي فرانا منها تدخل؟ تصير ادخل بالمداخل مالك. Thank you.
قدم سمير. قدم سمير ايه؟ اول شيء شافوا محمد انت حتى قرر صبات على الطرق الرئيسيه اللي خلص تسويها مرابطه شافوا صبات تشيلها من الشارع يشيلوا لك اياها هاي شافوا شعار داعش ما ادري من هو كله ينمسح شافوا صوره لي انا اذا انا عسكري موجوده بشارع من شارع كلها شارع قلع هاي المحروقه السيارات المحروقه ما ادري شنو ما ادري ايش افتحوا الطرق كلها افتحوا تنفيذا لتوجيهات السيد قائد عمليات قادمون يانين والمحترم خلال زيارته ايسر الموصل صدرت جمله من الاوامر والتوجيهات لقياده فرقه المشاه السادس عشر باعتبارها الجهه الماسكه للارض من خلال هذه التوجيهات هي التخفيف عن كاهل المواطن الموصلي من خلال رفع السيطرات والعمل باسلوب المرابات والسيطرات المفاجئه بالتنسيق مع السيد محافظ نينوى المحترم وبلديه الموصل قمنا اليوم برفع الكثير من السيطرات في قاطع مسؤوليه لواء المشاه 75 فرقه 16 وكذلك ايضا بدانا بفتح الطرق في احياء حي بناء على توجيهات صادره من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحه وتوجيهات قائد عمليات قادمون يعني نينوى باشرت اليوم كوادر بلديه الموصل بالتعاون مع القوات الامنيه الماسكه للارض المتمثله في الفرقه 16 وحاليا نحن مع اللواء 75 مع السيد العميد الركن عبر اللواء العميد الركن محمد البدء بفتح السيطرات وتخفيف العبء عن المواطنين ولغرض تقديم الخدمه السريعه والتسهيل هنالك تعاون كبير بين القوات الامنيه المحرره البطله والكوادر الخدميه لمحافظه نينوى والحكومه المحليه سنكون يد واحده لتقديم الخدمه لابناء مدينه الموصل شكرنا الجزيل للقوات الامنيه بكافه صنوفها وكافه مسمياتها شكرنا لقياده فرقه 16 وللساده امراء الالويه وقاده الفرق على الروح الوطنيه وتعاملهم الانساني مع المواطنين والتعاون من اجل طرد الفكر الداعشي من مدينه الموصل واعاده مدينه الموصل الى احضان العراق والى اخواتها. مشاهدينا الكرام إذا تابعنا وإياكم هذه التطورات المؤخرة في جانب أيسر الموصل حيث تقوم الفرقة السادسة عشرة برفع السيطرات لتسهيل تنقل وحركة المواطنين. مشاهدينا الكرام الآن نستضيف عبر الهاتف السيدة انتصار الجبوري عضو مجلس النواب. سيدة انتصار أهلا بك في استديو الموصلية. بداية دعيني أرحب بك والسؤال الآن ما هي تفاصيل جلسة البرلمان لهذا اليوم والتي خصصت لمناقشة أزمة نازحي الموصل؟ أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام من أهالي محافظة نينوى وبقية المحافظات أهالي محافظة نينوى المظلومين الصابرين حياكم الله بقناتكم وكادرها.
حقيقة اليوم كان لدينا جلسة خاصة ومستمرة الجلسة، وأنا يعني خرجت لهذا اللقاء. الجلسة مهمة جدا بحضور حضرات السيدة وزيرة الصحة ووزير الهجرة والكهرباء ووزير التخطيط، يعني هو وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة، ووكيل وزير الداخلية والسيد محافظ نينوى. تم مناقشة الوضع الانيازي، الواقع الصحي في محافظة نينوى، الواقع الخدمي في محافظة نينوى. الكل كان هناك طلبات، طلبت أنا وسابقا قد طلبت بأن التخفيف عن محافظة نينوى بأنها منكوبة، وكنت قد جمعت تواقيع قبل شهرين لكن لم يتم. اليوم لجنة الهجرة والمهجرين أكدت من ضمن توصياتها التخفيف على كون محافظة نينوى منكوبة، وكذلك حتى محافظة نينوى قال نريد اعتبار محافظة نينوى منكوبة والتخفيف عليها. أكرر في هذا الطلب في هذه الجلسة، وطالبت رأي السيدة وزيرة الصحة بزيارة مستشفى غرب أربيل، طوارئ غرب أربيل، لترى الجرحى، لترى أوضاع الأطفال، لترى أوضاع النساء. نعم. كذلك طالبت أن كان من المفروض أن يكون هناك عمل مدني إضافة إلى العمل العسكري، لكن لحد الآن هناك تلتؤ في العمل، هناك إهمال للنازحين، هناك عدم وصول إغاثات إنسانية، عدم وصول إغاثات دوائية، وبالتالي أنت تعلم ما يعانيه النازح خروجه من داره إلى مخيم النزوح تقريبا من 13 إلى 15 كيلومتر يسير على قدمه. وزارة البلديات متلتئة، كذلك وزارة النقل لم توفر، وزارة النقل متلتئة بعدم توفير وسائط النقل لنقل النازحين، وزارة البلديات متلتئة بعدم تأهيل الجانب الأيسر لكي يتم النزوح من الأيمن إلى الأيسر، لم يكن هناك جسور عائمة. كل هذه المشاكل طرحت، هناك مشكلة أيضا رواتب الموظفين والتأخير في رواتب الموظفين، هناك مشكلة الشرطة المفصولين والمفصولين من عقودهم والمفصولين من دوائرهم، طالبنا بإعادتهم، هناك التطوع، هناك الواقع الأمني في الأيسر، وكذلك أوضاع التدقيق، هناك تأخر في التدقيق، نحن مع التدقيق الأمني لكل النازحين لكل أهالي محافظة نينوى، لكن مع التأخير هناك حالات رواتب متقاعدين، هناك موظفين قد باشروا بدوائرهم لكن لم يصرف لحد الآن الرواتب. دعينا إلى أن يكون التصريحات الأمنية مستعجلة جدا. اليوم الحالة الإنسانية لأهالي محافظة نينوى سواء في الأيسر أو النازحين أهل الأيمن النازحين حالة يسعى لها، كارثة إنسانية وكثير من الأسئلة. سننتظر الآن سأعود إلى الجلسة وأنتظر ماذا ينتج عن هذه الجلسة وما هي التصريحات التي سيتم التصريح عنها. نعم. طيب سيد انتصار، بعد أن بلغ عدد نازحي الموصل حوالي 100,000 وأكثر، ما هي الخطط الكفيلة الآن برأيك لحل احتياجاتهم ومشاكلهم؟ والله برأيي أنا أن يقوموا بإنشاء جسور عائمة أو بتأهيل الجسر أو الجسرين الذين يعني قامت القوات الأمنية مشكورة، ومن هنا أنا أشكر أجهزة الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب وكل والبشمرجة والحشد الشعبي والحشد العشائري، كل من دخل محافظة نينوى وشارك بالعمليات العسكرية بما يتمتع به من روح إنسانية أنقذ الكثير من الناس، إضافة إلى العمل العسكري فهم يقومون بعمل إنساني. أنا أطالب يعني بإنشاء جسور عائلة لربط الأيمن مع الأيسر لكي يتم انتقال النازحين من الأيمن مع واقع العمليات إلى الأيسر. الأيسر يعني تقريبا نقول إنه آمن، قلت الطائرات المسيرة وقل القصف التسوى أو انعدم القصف على الأيسر، وإن شاء الله سيكون آمنا للاستقبال. أهالي محافظة نينوى في الأيسر أكيد سيستقبلون أهلهم. البيت الواحد قلت دائما وأقول البيت الواحد سيكون ثلاثة عوائل، اللقمة الواحدة ستكفي ثلاثة أو أربعة أشخاص. المهم هي أزمة يجب أن تتكاتف الجميع على الخروج منهم. إذا كانت هناك جسور عائلة سيخف أيضا معاناة الناس في المخيمات، فالمخيمات سيكون بقل الأداء على إدارات المخيمات، وبالتالي المواطن يشعر أنه لا زال في محافظته، أنه لا زال في آمن عند أقاربه، عند أهله، عند كثير من البيوت أيضا فارغة. نتمنى أن يكون هناك الجسور العائلة تتخفف من هذه المعاناة.
طيب سيد انتصار، في أكثر من لقاء وموقف ومسؤول استمعنا إلى أن هنالك خطط جاهزة وأمور كلها، الاستعدادات تمام لاستقبال هؤلاء النازحين، والآن على الأرض لم نرى شيئا بخصوص هؤلاء النازحين، يعني ما تفسيرك لهذا الموضوع؟ هذا السؤال نفسه هو وجهته، هذا السؤال نفسه هو وجهته إلى السيد محافظ بينما، وقلت له دائما في القنوات في التلفزيون في الفضائيات تقولون هناك جهد مدني، هنا خطة مدنية مع الخطة العسكرية، أين هي الخطة المدنية؟ فانتظر جوابه على هذا الموضوع. لم يكن هناك خطة إنسانية، لم يكن هناك خطة مدنية من الحكومة المركزية، كأنما استخفت النازح، استخفت الأطفال. يعني أجت الوزيرة الصحة تقول وفرنا لقاحات، ليس فقط عليك أن توفري اللقاحات، أين أجهزة تصل كلى، أين أدوية الأمراض المزمنة، أين المستشفيات الميدانية، أين سيارات الإسعاف؟ والله العظيم أنا ذهبت إلى مخيم الحج علي، والله لم أجد حتى أدوية البسيطة، والله لم أجد إسعاف، سيارة إسعاف يأخذوها من ناحية الحج علي وتكون يعني مقسمة الوقت الإسعاف بين مخيم الحاج علي بين ناحية الحاج علي. يكفي أن نغطي على، يكفينا سكوتا، نقول الأزمة، نقول نحن لم نسكت، لكن الآن يجب أن نصرخ كلنا من وادنا وأن نصرخ ونستغيث. يكفينا عن يعني يكفي هذا من الحكومة التجاهل، يكفي هذا التحدث بعدم وجود موارد مادية. الحكومة يجب عليها أن تذهب، ووزارة الخارجية أن تذهب إلى المنظمات الدولية، أن تجبر الأمم المتحدة أن تستعيد بالدول. اليوم العراق يحارب عن العالم في نيابة عن العالم في حربه، والموصل هي مهدمة وخراب. يجب على الكل المحاني أن يساعد أهالي محافظة نينوى، سيكتب التاريخ من وقف بجانبنا. الدول الشقيقة، الدول العربية، الدول المجاورة، العالم، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون له موقف في إعادة أعمار المحافظة، في إنقاذ النازحين، في كل الأعمال الإنسانية التي يحتاجها أهالي محافظة نينوى، سواء في الأيسر أو النازحين. طيب سيد انتصار، في حال استمرار النزوح بهذه الوتيرة، هل بإمكان المخيمات الموجودة استيعابهم؟ ويعني أنتم ما هو دوركم الذي تقومون به كنواب عن هذه المحافظة، محافظة نينوى؟ أكيد سنمارس عملنا الرقابي بالنسبة للوزراء، بالنسبة لرؤساء الهيئات والمؤسسات. يجب أن يكون عملنا الرقابي في جلب السيد رئيس مجلس الوزراء ومناقشته واستضافته، ومن ثم استجواب الوزارة الوزراء المتلفئين، وقد نلجأ إلى سحب الثقة عن الوزراء المتلفئين. نعم. طيب بحال السؤال الأول، في حال استمرار النزوح، هل بإمكان المخيمات استيعاب هذا العدد؟ أكد الوزير الهجرة أن هناك مخيمات تبنى بسعة 12 ألف نازح، نحن متوقعين أن يصعد يكون عدد النزوح إلى أكثر من 250 نازح. الأمم المتحدة نفسها قالت أن عدد المتوقع من المستقيم 250 إلى 400 ألف نازح، 250 ألف إلى 400 ألف نازح. أين الجهد؟ أين العمل؟ حتى الأمم المتحدة متلكئة في عملها، لم تقوم بإنشاء المخيمات اللازمة، لم تقدم الإغاثة، لم تقدم البرامج الخاصة بأهالي محافظة نينوى في المساعدات، في البطانيات. اليوم الجو عارض، لم يكن هناك جهد لوزارة النفط أيضا لتوفير مادة النفط للأبيض والنفط، يعني الخام، يعني نفط الأسد للكهرباء، للمولدات الكهربائية. كل هذا يعني كل الوزراء أنا أشعر أنهم متلكئين في عملهم في إنقاذ أهالي محافظة نينوى. طيب سيدة انتصار، السؤال الأخير، بماذا تطالبون أنتم كنواب القوات الأمنية المشاركة بعمليات التحرير في الجانب الأيمن؟ وبرأيك متى من المتوقع أن تنتهي هذه العملية بالكامل؟ شكرا. نحن نشكر من قناة كوكاد وكل القوات المشاركة بكل صنوفها. أبنائنا هم ضحوا بدمائهم ومن شهداء، و يعني أعطوا شهداء، أعطوا ضحيات، أعطوا جرحى، وبالتالي أنا أشكر كل من قدم يد العون لأهالي محافظة نينوى من الناحية العسكرية ومن ناحية التحرير ومن ناحية الإنسانية.
انا اشد على ايديهم واقول الله ينصركم في حربكم ضد داعش، والله يستر عليكم وحفظكم الله من كل مكروه، وادعوهم ايضا الى ان يكونوا يعني اكثر يعني اكثر حذرا في ما يخص يعني الجانب الايمن. حقيقه بيوت قديمه جدا، وانا الاحظ يعني كانوا يعني شبه يعني مندفعين الشباب، يجب ان يكونوا حذرين ايضا على ارواحهم بسبب ان هذه المحافظه ان الجانب الايمن عباره عن رقه ضيقه جدا، ولا يمكن دخول مثلا الدبابات والمدافع، سيكون اكيد حرب شوارع. ندعو ان يحافظوا على انفسهم من هذه الحرب ويحافظوا على اهل محافظه نينوى كذلك. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. السيده انتصار الجبوري عضو مجلس النواب كنت معها بالهاتف، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، كنا مع السيدة انتصار الجبوري عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، والتي تحدثت مطولا حول مشكلة النازحين مؤخرا ومشكلة الاستعدادات الناقصة لهذا الملف. مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، والتي تتضمن استقبال اتصالاتكم على الرقم الموجود على شاشتنا وذلك عبر الواتساب. سنستقبل اتصالاتكم مشاهدينا الكرام بعد أن نذهب إلى فاصل لنعود إليكم بعده لاستقبال الاتصالات، فابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، كما كنا وإياكم واستمعنا إلى اتصالات المسؤولين حول آخر التطورات، وبداية مع اتصال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، والذي تحدث حول آخر النقاط التي وصلت إليها القوات الأمنية، والتي وصلت إلى أبرز معالم الموصل الأيمن في الجامع الكبير ومنارة الحدباء والجسر القديم، وأصبحت تبعد عنها مسافة قريبة جدا، وبانتظار وصولها وتحرير تلك المناطق وأيضا موضوع الأحياء، أحياء الجانب الأيمن والتي تعتبر أحياء مكتظة بالسكان وذات طابع معماري ضيق، فإن العمليات تأخذ بعض الوقت لأنها تحتاج لفرق مدربة وتكتيك عالي وعدم استعمال المتفجرات بشكل كبير، لأن تلك المناطق لا تحتمل، لأن أغلب منازلها قديمة كما نعلم جميعا، وأن الانتصارات متواصلة بتحرير المناطق يوميا. المشاهدين الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم عبر الواتساب على الرقم الموجود على شاشتنا وذلك عبر الواتساب فقط، حول هذه الحلقة ومحاورها، والتي تتحدث أولا عن قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، وأيضا لدينا مجلس النواب يناقش أزمة نازحي أيمن الموصل بعد وصول أعدادهم لمئة ألف نازح. هذه أبرز المحاور مشاهدينا الكرام، والتي سنستقبل اتصالاتكم حولها، والحديث سيكون محصورا فيها. تابعتم معنا أيضا كل ما يتعلق بهذه المحاور من مواد، من مقاطع وجولات قامت بها الموصلية، لتضعكم دائما بآخر صورة المجريات. استمعنا وإياكم أيضا مشاهدينا الكرام إلى أمين عام جبهة مستقبل نينوى السيد عامر البق حول تقييمه لآخر التطورات في الجانب الأيمن، والذي ذكر أن النازحين بعد أن بلغ عددهم نحو 100 ألف يوجد تقصير من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية بإغاثتهم وتقديم الدعم لهم، وهذا المشكلة لا تزال مستمرة. أيضا كما ذكر مشاهدينا الكرام بأن آلاف العوائل
لازموا منازلهم ولم ينزحوا. الآن نستقبل أول اتصال معي قحطان من أربيل وهو من أهل موصل. قحطان أهلا بك بداية. قحطان، كيف استقبلتم نبا تحرير حي النفط وشارع حلب وباب الطوب بالجانب الأيمن من الموصل؟ أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام قحطان. بداية أرحب بك أنا وأطلب منك أن تستمع إلينا من سماعة الهاتف وتخفض صوت التلفاز. نعم تفضل قحطان. والله أبارك للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب على التقدم السريع. والبارحة خبروني من حي نابلس إنه واصلين عسى ديمان حي نابلس قرابتي هناك. وألف تحياتي إلى كل الجيش العراقي الباسل وجهاز مكافحة الإرهاب. نعم. نعم قحطان. برأيك وبحسب مطالبتك أنت تقدم حيل سريع. خبروني من منطقتي بحي نابلس. نعم طيب قحطان، ماذا تطالبون القوات الأمنية التي ستشرع قريبا بتحرير أحياء الموصل القديمة التي تتميز بالأحياء الضيقة؟ والله طالب من قواتنا الأمنية إنقاذ العوائل، أهم شيء العوائل، مو مهم البيوت، مو مهم القراض، بس أهم شيء العوائل. نعم. طيب ماذا يفترض بأهالي أحياء الموصل القديمة فعله أثناء اقتراب القطاعات العسكرية؟ الحمد لله إن شاء الله كل يومين ثلاثة تفرج على هن بجانب الأيمن. نعم قحطان هل سمعت سؤالي؟ قحطان لنستمع جيدا وأفضل أن تسمعني من الهاتف ليس من التلفاز لأن السؤال يتأخر، الصوت يتأخر كثيرا. ماذا يفترض بأهالي أحياء الموصل القديمة فعله لدى اقتراب القطاعات العسكرية من مناطقهم؟ إذا مشاهدينا الكرام الاتصال انقطع بحيان وكما نبهناكم بأكثر من مرة قبل أن نتحدث مع قحطان بأن الاتصال ينبغي أن يكون عبر سماعة الهاتف، مجرد أن ترفع صوت التلفاز وتستمع إلى المذيع من التلفاز فإن هذا يؤخر وصول الصوت وجودة الاتصال وبالتالي يتأثر وتيرة الحديث. إذا مشاهدينا الكرام كما كنا ذكرنا لكم محاور البرنامج والتي تمحورت حول قوات مكافحة الإرهاب وهي تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن. أيضا تابعنا وإياكم مجريات مجلس النواب وذلك كما أطلعتنا عليها النائبة عن نينوى السيدة انتصار الجبوري ومناقشته لأزمة نازحي أيمن الموصل بعد وصول أعدادهم قرابة 100,000 نازح. معي الآن اتصال آخر من فراس من فنلندا. فراس أهلا بك. فراس فراس هل تسمعني؟ يبدو أيضا الاتصال انقطع بفراس. فراس هل أنت معي الآن؟ يبدو أن فراس ليس معنا بعد ولم يتحضر. إذا مشاهدينا الكرام كما ذكرنا لكم بأن النقاش الأخير لمجلس النواب كان حول نازحي أيمن الموصل بعد وصول أعدادهم لمئة ألف نازح. فراس معي مجددا. فراس هل تسمعني الآن؟ فراس هل تسمعني؟
يبدو أن فراس لا يسمعنا الآن. إذا مشاهدينا الكرام ريثما يتم تحضير الاتصال جيدا مع فراس سنعود إلى المحاور التي كنا نتحدث حولها، بأن قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، ورصدنا اقتراب تلك القوات من جامع الموصل الكبير القديم ومنارة الحدباء والجسر أيضا القديم، وهي المناطق التي تعتبر الأهم جانب حي حلب وشارع حلب الذي تم تحريره مؤخرا، وشاهدنا اليوم أثر المعارك في هذا الشارع، الشارع التجاري الكبير المشهور في مدينة الموصل والذي بدت عليه آثار الدمار جراء ما فعله عناصر داعش وجراء المعارك الأخيرة. معي الآن أحمد من زمار. أحمد أهلا بك. أحمد هل تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أحمد الاستوديو الموصلية. أحمد بداية، كيف استقبلتم نبأ تحرير حي النفط وشارع حلب وباب الطوب في الجانب الأيمن؟ أحمد هل تسمعني؟ أحمد هل أنت معنا أم لا؟ نعم أحمد أنا أسمعك جيدا، تفضل. ألو معك أنا بس أحمد بداية أخفض صوت التلفاز، استمع إلينا من سماعة الهاتف وليس من التلفاز لأن هذا يشوش كثيرا كما رأيت. نعم استمع لي عبر الهاتف. أوكي. تفضل أحمد. تفضل. أهلي من منطقة زمار نازحين بالموصل. أهلا وسهلا بك، تفضل أحمد، سمعت السؤال؟ إيه. وخبروني البارحة وقت البارحة خطية يعني لا طحين لا شيء عندهم، لأن تدرون يعني هم سبع الحرمات حاليا بالحرمات موجودين متواجدين. نعم. إي والله خطية، يعني الصور أبوي اشترى كيس الطحين. الطحين تقريبا حقه بالمئة ألف، يعني أبوي إحنا ما نأكل خبز نسوي عصيدة. نعم. نسوي عصيدة ونسوي يعني شغلات ما صادقة يعني حلم صادق، فإحنا يعني نبي الجهات يعني العسكرية أو يعني يستعجلون بها، يعني ما عندهم مواد لا فلوس لا مواد لا أي شيء عندهم. طيب أحمد برأيك ما هو المطلوب الآن من الأهالي الذين يعانون معاناة شديدة في أحياء الموصل القديمة؟ ما الذي يفترض بهم أن يفعلوه عند اقتراب القوات الأمنية من مناطقهم؟ أنا أشوف يعني الأحسن يعني يبقونوا مكانهم ويتحملون هل يعني هالفترة هذه بيطلعون تعرف أنت الدواعش يضربونهم. يعني ذاك اليوم أهلي خابروني قالوا إحنا ما نقدر نطلع، يعني عيلة كاملة كسروها، يعني الزلم قتلوها والنسوان كسروها يعني بالشارع. نعم. يعني هذا يعني الصور، يعني هذا والدي قبل يومين حكى وياي. يعني. هذا في أي منطقة أحمد؟ يعني هذا منطقة من عند يطلعون من عند حي التنك، ما عند حي التنك عند الحشد مغادي ينهزمون الدواعش يمسكوهم. نعم. ويضربون يعني هذا شوف عين يعني ناس متأذين يعني ذبحوا. نعم. يعني ذبحوا الرجال والنسوان كسروها يعني والأطفال يعني أخذوهم وياهم. هذا بخصوص النازحين. أكيد النازحين الموصل ما يقدر يطلعون، أغلبية يعني المناطق ما يقدر يطلعون يعني يروحون يعني ينزحون. طيب أحمد سأسألك سؤالا لكن اسمعني من الهاتف وليس من التلفاز لكي لا نستهلك وقت كثير. برأيك ما هي أهم المواد التي يحتاجها حاليا نازحي الموصل في مخيمات النزوح؟ وما هي مطالبك أنت كمواطن من نينوى للوزارة المسؤولة عن هذا الملف؟
المطالب هي لازم يوفرون يعني بالمخيمات يوفرون يعني يوفرون المساعدات يعني يوفرون المساعدات يوفرون يعني الأكل والشروب وأهم شيء يعني الدنيا باردة ربيع يعني الدنيا ربيع مطر يعني الدنيا مطر وبرد يعني ذاك اللي نصور عوائل خطية مرضت وأكو أطفال ماتت يعني نسمع بيهم ما أطفال ماتت يعني من برد يعني فلوس ما عندهم يشترون شحاطات فلوس ما عندهم يعني يشترون أكل يعني خطية يعني ما عندهم مهارات لا عندهم شيء وبالنسبة من عند هذول الناس لحد هم متحررين يعني شغلتهم مأساة نعم أشكرك أحمد كنت معي من زمار على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك ولكافة السادة المشاهدين إذا مشاهدينا الكرام بمختلف الشهادات والروايات والتي ترد نستمع لفظائع يرتكبها داعش بحق النازحين والأهالي الذين ينزحون من بيوتهم ويقبض عليهم داعش في أثناء رحلة النزوح منهم من يلقى نحبه ومنهم من يقتله داعش ويستهدف الرجال وينتهك حرمات النساء ويختطفهم كما تابعنا من شهادات من أكثر من مصدر حول ممارسات تنظيم داعش معي الآن أم أيهم من أربيل أم أيهم أهلا بك وبهذا البرنامج أم أيهم حتى لا نعيد الموضوع يعني يفضل أن تستمع إلينا من الهاتف حتى لا يتأخر كثيرا الكلام أم أيهم بداية كيف استقبلتم نبأ تحرير حي النفط وشارع حلب وباب الطوب في الجانب الأيمن أم أيهم هل أنت معي؟ ألو أم أيهم أنا أسمعك جيدا هل أنت معي؟ ألو ألو مرحبا أهلا بك تفضلي أم أيهم ألو نعم أنا معك تفضلي العفو أخويا والله نحن من أربيل بس خبرنا قرايبنا من الموصل من المحطة نعم وعيحكونا على معاناتهم ما عيقدرون يقفون على طولهم من الجوع الأطفال الشياب غم عليها من الجوع يعني أتصور اليوم الصبح خبرونا يتباكون جوي عليهم هذول الدواعش الله ينتقم منهم ماخذين هوياتهم كلها هم ببيوت السكنية مع المحطة بعد لي حد الآن ما محررة نص محررة ونص الباقي ما محررة أخذوا هوياتهم كلتهم بيتهم الله العالي بيتهم عالي طابقين خلوا قناصين على بيتهم وحجزوهم بالبيت مقابلهم مسجد أخذوا أشكوا عوائل هناك بالمحطة جمعيهم مقابل المسجد صار تجمع يعني فظيع يعني خايفين لا الطيارة تضربهم لا الجيش يضربهم ضحايا من المدنيين كثير راح يروح فوق كل هذه يعني هناك يصيرون بخالتي هناك طلعوا عليهم قناصين على بيوت ثلاث بيوت يمهم ما واحد واثنين نعم وين متجهين القناصين على النفط أم أيهم هذا في أي منطقة السائلة. في أي منطقة بالتحديد يعني هنا الطيارة ضربت هنا يعني راح يروح ما عدا بيت خالتي راح يروح ضحايا كثير الله يخليكم أنقذوهم خلصوهم ما من الجوع خلصوهم من الضرب نعم. خلصوهم طيب من الموت طيب أم أيهم هل تسمعين الآن خلصوهم يعني أطفال أشللهم ذنب أشللهم ذنب يقعون ضحية مال داعش أم أيهم ما هي المنطقة بالتحديد حتى القوات الأمنية تستمع لمكان هؤلاء الأهالي الله يخليك وصل صوتنا أخي والله العظيم يخبرونا ويبتون يبتون يقولون ما يعني إذا انفتح الطريق ودن ننهزم أشون نقدر يعني خطوتين ما نقدر نمشي العفو يقول حتى مي خلص عندنا ما نقدر نشرب لأن محاصرين باب الحوش ما نطيق نفتحه نعم طيب أم أيهم هل تسمعين سؤالي الآن؟ أم أيهم؟ لا والله أخي ممكن تعيد؟ أم أيهم طيب بالنسبة دعينا نتحدث عن النازحين نازحي أيمن الموصل وصلت أعدادهم لمئة ألف نازح يعني برأيك هل النزوح أفضل أم البقاء في المنازل؟ والله هم
يعني اللي بقوم منازلهم أفضل، بس بالنسبة اللي ضرب اللي عايصير لا طبعا النزوح أفضل لهم، عما يرجع الأمان إن شاء الله يعودون لبيوتهم. طيب برأيك حاليا احتياجات النازحين، إن كنت تتابعين أمورهم، برأيك ما هو المطلوب حاليا ومن المسؤول عن وضع النازحين الحالي؟ والله هو المسؤول طبعا يعني كلتنا نعرفها، المسؤولين مالوتنا نعم غربة عاد ساعدنا من الخارج، ومسؤولين ما شاء الله رواتبهم الله يحفظهم ما يقدرون يساعدونا، ما يقدرون يساعدون ويلات بلدهم، ومطالبهم النازحين يعني مثل أي مطالب، ما يريدون غير الأكل والمي، يعني هذا أقل شيء الإنسان يقدر يريد يحصله، أقل شيء بس يريدون أنه يعيشون حتى لو بخيمة. طيب أم أيهم الأمان بس. نعم. أم أيهم سؤال أخير، هنالك العديد من أهالي الجانب الأيسر من أهالي الموصل تطوعوا لتقديم مساعدات إغاثية لأهالي الجانب الأيمن، يعني أنت سواء في أربيل ونحن هذا الأمر مدعو له كل العراقيين، يعني هل تفكرت بالقيام بهذا الأمر، وخصوصا أن أهالي الجانب الأيمن حاليا يعني بحاجة لعمل تطوعي كهذا العمل؟ طبعا شيء اكيد تبرعت، ولا واحد ما يصير يحكي اني اول وحده تبرعت بهذا الشيء، انطيت للمسجد والمسجد الجامع اليمنى هو اللي راح وده، وكثير كثير من اهالي اربيل واهالي دهوك كثير تبرعوا. نعم بس ما يكفي مطالبهم، يعني ما مثل واحد ببيته يعني ياكل خبزه وبصله، هاي يعني نعمه هاي تكفي. أشكرك يا أم أيهم حقيقة على هذه المكالمة وعلى هذا الاتصال، وتحية لك ولكل أهالي الموصل وأهالي نينوى وأهالي العراق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا الاتصال نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حلقتنا التي كانت تتحدث حول قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط وتستمر بتطهير الأحياء المحررة في الجانب الأيمن، أيضا حول جلسة مجلس النواب ونقاشه لأزمة نازحي أيمن الموصل بعد وصول أعدادهم لمئة ألف نازح. مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن متابعتكم، أشكر لكم استماعكم، وأشكر كل من تابعنا واتصل بنا وتفاعل، شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.